السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس كرول صفعت. أهلا بكم من جديد في كورس الإمبيدد سيستمز، وإن شاء الله النهاردة هنستكمل الحلقة السابقة. في حلقة النهاردة هنعمل فلاشنج لليد متوصلة على RA0، هنعمل فلاشنج لليدز متوصلة على بورت A وبورت E توجيزر، بعد كده هنعمل فلاشنج لليد متوصلة على RA4 only. طبعا هننفذ الكلام ده كله على المايكرو سي ونعمل له محاكاة ببرنامج بروتيس، وان شاء الله هنبدأ بالبرنامج رقم 3، وان انا عايز اعمل فلاشنج لليد متوصلة على A0 كل 1 ثانية forever. يا باشمهندس احنا لسه واخدين الفلاشر يعني الموضوع سهل بسيط مش معقد قوي كده. لا تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل لما نوصل ليد على A0 او بورت A او بورت E كله على بعضه، وكتبنا نفس الكود اللي كتبناه في حالة بورت C ودي. للأسف الليدز مش هتشتغل. ايه المشكلة؟ تعال نعرف المشكلة فين. المشكلة ان البورت A والبورت E الاتنين بورتس بالذات دول في المايكرو كنترولر بيجوا ديفولت انالوج، يعني بورت A اللي بيبدا من A0 لغايه A5 كله انالوج، ما عدا البن اللي اسمها A4. A4 دي ديجيتال انبوت اوتبوت بن، وكمان بورت A من A0 A2 كله ده انالوج. ايه معنى انالوج؟ يعني حضرتك هو الديفولت جاي يشتغل انبوت، ده رقم واحد. رقم اتنين، مش اي انبوت، ده انالوج انبوت بس، ده الديفولت اللي جاي بيه من المصنع. وبالتالي A0 اللي هي اسمها RA0 على البن 2 و RA5 على البن 7. A0 لغايه A5 عندي كام بنز هنا؟ 6 على بورت A6. طبعا A0 هتلاقي مكتوب جنبها AN0، يعني دي انالوج 0، و A1 انالوج 1، A2 انالوج 2، A3 انالوج 3. تيجي A4 مش مكتوب جنبها AN خالص، يعني هي مش شغاله انالوج، هي شغاله ديجيتال انبوت اوتبوت بس، يعني مش تشتغلش انالوج. A5 انالوج 4، لو لاحظت هنا هتلاقي A5 انالوج 4، لان الانالوج يبدا من 0 1 2 3 4. يعني انا عندي هنا 5 انالوج شانل على بورت A تبدا من انالوج 0 لغايه انالوج 4، ما عدا A4 دي ما تشتغلش انالوج. نروح لبورت A، زي ما قلنا بورت A هنا يبدأ من A0 ل A2، هتلاقي A0 وجنبها أنالوج 5 لأن هو مكمل، أنت هنا فوق بأنالوج 4 يبدأ هنا بأنالوج 5، أنالوج 6، أنالوج 7، يبقى A0 عليه أنالوج 5، هنلاقي هنا A0 عليه أنالوج 5، A1 عليه أنالوج 6، A2 أنالوج 7، وبالتالي عندي كام أنالوج شانل هنا؟ 5 على بورت A و3 على بورت A، يبقى الاجمالي 8، يبقى عندي 8 بنز في المايكرو كنترولر بيك 16 اف 8 70 اي يشتغلوا انالوج، وانالوج ده الديفولت اللي جاي من المصنع، وبالتالي المفروض ان انا عايز اوصل عليهم ليدز عشان اشغلهم فلاشنج، يبقى لازم افصل الخاصيه دي الاول. افصلها ازاي؟ في ريجستر مسؤول عن العمليه دي اسمه اتكون 1، ده عباره عن 8 بيتس، اتفقنا ان اي ريجستر 8 بيتس يبدا من بت 0 على اليمين لبت 7 على الشمال، واتفقنا ان اي بيتس بيبقى مكتوب عليها R4 يعني ريدابل، يعني يمكن تقرا البت دي، والW دي معناها رايتابل، معناها ينفع تكتب فيها، وتلقى في رقم كده في الاول 0 معناها الديفولت 0، يعني هنا في البيتس دي 0 والبت دي اللي هنا دي 0 ودي 0 دي 0. انا يهمني اول 4 بيتس ناحيه اليمين الديفولت بتاعهم يبقى فيهم ايه؟ زيروز، من غير ما تعمل اي حاجه. تعال نشوف الجدول ده، عندي 4 بيتس، يبقى 2 اس 4 يديك 16، يبقى انا عندي 16 احتمال، والجدول هنا بيوضح لك ال 16 احتمال دول. اتفقنا ان الديفولت عندي 4 زيروز، يقول لك ايه؟ AN 0 AN 1 AN 2 لغايه AN 7 اللي هم ايه؟ A0 A1 A2 A3. اتفقنا A4 مالهاش انالوج، تبقى دي A5 E0 E1 E2 كلهم متوصلين، هتلقى رمز ايه كده؟ ايه؟ يعني دي انالوج، يعني كل التشانلز دي شغاله انالوج في البدايه، او جايه من المصنع مظبوطه على انها كلها انالوج. انا عايز الغي الخاصيه دي واخلي كل البنز ديجيتال، انا ما عنديش سنسور انالوج اوصلهم على المايكرو كنترولر، عايز كل المايكرو كنترولر بنز تشتغل ديجيتال.
يبقى اعمل ايه؟ امشي في الجدول شويه كده. الكلام ده هنشرحه في حاله الانالوج تو ديجيتال كونفرتر بالتفصيل، لكن انا يهمني الخطوه اللي هنا دي. بيقول لك لما تكتب في الاربعه بتس دول 0 1 1 اكس هتلقى كل الانالوج بنز عندك كلهم يشتغلوا ديجيتال، حرف الدي هنا كلهم ديجيتال، يبقى انت لغيت خاصيه الانالوج نهائي. لما انا احط 0 1 1 اكس، خلي بالك الاكس دي على اليمين يعني تتحط في الديجيت على اليمين، بعد كده احط هنا 1 1 0. ايه الاكس دي؟ بيقول لك الاكس هنا يا تحط يا 0 يا 1 براحتك، يعني ممكن اقول ايه 0 1 1 0 او 1 1 1 0. 0 1 1 قيمته بالديسمال 6، 1 1 1 قيمته بالديسمال 7. يعني ينفع تحط في الريجستر 6 او 7 يشتغل ديجيتال. الكلام ده موجود في الداتا شيت صفحه 128. نروح للبرنامج بتاعنا، ادي A0 عايز اوصل عليها ليد. طبعا انا حاطط مع الليد مقاومه قيمتها 150 اوم، بالتالي هيسحب 20 ملي امبير، مفيش مشكله هنا، والدايره دي تعتبر ايه سورس. نروح للبرنامج، طبعا انا كاتب هنا لونج كومنتس في الاول، يبقى اروح في البرنامج او في بدايه البرنامج جوه داله الفويد مين اعرف البن A0 كاوتبوت. بس قبل ما تعرفها اوتبوت لازم نعطل خاصيه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ونشغل البنز دي ايه كديجيتال. يبقى اروح اكتب في الريجستر، اروح اكتب كده الريجستر اللي اسمه اد كون 1، احط فيه قيمه كام؟ اتفقنا من الديسيمال يا 6، يا ممكن امسحها واحط 7، اقول له سيمي كول. بعد كده اروح اقول له تريس A دوت بزيرو، احط فيها زيرو عايزها كاوت. وبعد كده اعمل ايه في الاول؟ اقول له بورت A دوت بزيرو بتساوي، انا عايز اعمل لها ايه في الاول؟ تبقى طافيه، تبقى طافيه بطلع هنا كام؟ طلع زيرو، كده الليد ما تشتغلش. اقول له هنا زيرو هتبقى طافيه، عايز اشغلها واطفيها كل واحد ثانيه. اقول له بورت A دوت بزيرو بتساوي، عايز تشغلها احط واحد، كلامنا طبعا حفظناه. بعد كده اقول له ديلي اندر سكور ملي سكند وليكن كل نص ثانيه. وبعد كده اقول له بورت A دوت بي زيرو بتساوي زيرو، كده هيطفيها. اقول له بعد كده ديلي اندر سكور ملي سكند وليكن مثلا 500. اقول له بعد كده جو تو لوب سيمي كولوم، واجي هنا اقول له اللوب تبدا هنا. طبعا ممكن اسحب البرنامج ده، اقول له تاب، واجي للجزء اللي هنا ده اقول له كمان تاب. كده انا نظمت شغلي شويه. يبقى اول حاجه انا عطلت خاصيه الانالوج وشغلته كديجيتال انبوت اوتبوت عادي خالص. بعد كده رحت للبن عرفتها كاوتبوت، ورحت للبن طلعت عليها زيرو عشان الليد تبقى طافيه في الاول. هروح اشغلها لمده نص ثانيه، بعد كده هطفيها لمده نص ثانيه. ممكن اتفقنا ان احنا نعمل ايه؟ نقول له في الاول هاش ديفاين زي ما قلنا. هقول له مثلا ليد دي متوصله على ايه؟ على بورت A دوت بي زيرو زي ما اتفقنا، ادي بن A زيرو هسميها ليد. واجي هنا كده اشيل بورت A دوت بي زيرو واحط مكانها ليد، واجي هنا كده احط مكانها ليد، بعد كده اجي هنا احط مكانها ليد. يبقى كده انا عرفت A زيرو كاوتبوت، بعد كده اكني انا فاصل الليد كده طفيها، بعد كده هشغل الليد، بعد كده هرجع اطفيها تاني. بيجي منظر البرنامج احسن شويه. نعمل بيلت مفيش ايرورز، كمان ما ننساش هتلاقي هنا بيقولك ان الرام انت استغليت منها 1%، الروم بتاعتك استغليت 1%. طبعا مفيش ايه ايرورز عندك. تعال نشوف البرنامج بتاعنا، هنلاقي الليد تشتغل وتطفي كل نص ثانيه زي ما احنا برمجنا بالظبط. طبعا الكلام ده عشان الدايره ايه سورس. طب يا ترى لو الدايره سينك تقدروا تعملوها؟ هسيبها لكم تاسك. نبدا مع بعض في البرنامج الرابع، وان شاء الله في البرنامج الرابع عايزين نعمل فلاشر لليدز متوصله على بورت A وبورت E مع بعض كل واحد ثاني. طبعا قد يكون البرنامج في نظرك تافه، لكن تعال نشوف هنتعلم ايه المهارات الاساسيه ورا البرنامج ده. عندنا هنا على بورت A من A0 ل A5 موصل ليدز، وكمان من E0 ل E2 موصل ليدز. طبعا هنا الليدز الكاسود بتاعي انا موصله على الارضي، وكمان الانود بتاع الليد موصله
بالمقاومة موصله بالمايكرو كنترولر. بقي الدايرة هنا بورت A كله يعتبر ايه؟ سورس، كذلك بورت E سورس. فأول حاجة لازم أعرف بورت A و E أوتبوت. كمان في نقطة مهمة، لازم أعمل ديسيبل لخاصية الأنالوج في الأول. تعال نشوف البرنامج مع بعض كده. يبقى هنا أنا عامل لونج كومنت بقول إن ده البرنامج الرابع، وطبعا ده الاسم بورت A و E، بعد كده الطيب، بعد كده الأسر، بعد كده الكريستال. زي ما اتفقنا إن لازم يبدأ بسلاش نجمة ولازم ينتهي بنجمة سلاش، أما ما بينهم ده يعتبر لونج كومنت. نروح للبرنامج بتاعنا ده اللي فويد مين. أول حاجة لازم أقول أتكون واحد بسبعة أو ستة عشان أعمل ديسيبل لكل الأنالوج شانلز. يبقى كل البنز عندي على المايكرو كنترولر هتشتغل إنبوت أوتبوت كديجيتال. كمان هعرف تريس A وتريس E بزيروز عشان أشغلهم كأوتبوت. عندنا أول حاجة اتفقنا إن الدايرة سورس، والكلام ده شرحناه كتير قبل كده في الفيديوهات السابقة. هخلي بورت A بزيرو وبورت E بزيرو. كده أنا خليت كل الليتس اللي واصلة على بورت A و E اوف في البداية. نروح انا عايز انفذ ايه في البرنامج. اول حاجة عايز اشغل بورت A وبورت E، يبقى لازم احط ونز في كل ريجستر. هنا لو رحنا للكويك كونفرتر وقلنا 8 بيتس unsigned وقلنا باينري انا عايز 8 ديجيتس وحايد، هنلقاها بالهكسا اف اف وهنلقاها بالديسمال 255. عشان كده انا حطيت 255 معناها 0 بي 8 ديجيتس كلهم وحايد. وهنا شغلت بورت A و E مع بعض، بعد كده هنتظر واحد ثانية، وبعد كده هخلي بورت A و E الاتنين بزيروز، يعني الليد عندي هتبقى طافية. كمان هعمل ديلي واحد ثانية، بعد كده هرجع اكرر الكود ده تاني من بدايته هنا. طبعا انا منسق البرنامج زي ما انتم شايفين، ممكن اجي هنا كده اعلم على الجزء اللي انا عايز انسقه كده مع بعضه واقول له كليك يمين هنا اندنت، هتلاقي شافت اكتاب. لما اقول له او اندنت معناه يشفت لقدام تاب، التاب تقريبا ست مسافات. زي مثلا الجزء ده برضه عايز اشفته كده لجوه شويه، اقول له اندنت تلقى ارجع شويه جوه. هنعمل بيلت، هروح المسجز هنشوف لو عندي ايرورز. طبعا ما عنديش ايرورز. هنا نروح للدائرة بتاعتنا. طبعا اول حاجه لازم اظبط الكريستاله بتاعتي على الكريستاله اللي انت ظابطها في البرنامج 8 ميجا هرتز. طبعا لازم اعمل تحميل للكود بتاعي، الكود هنا فلاشر دوت هيكس اوكي. بعد كده هعمل رن. هنلاقي الليتس تشتغل واحد ثانية وتطفي واحد ثانية. في نقطة هنا طبعا انا موصل ماستر كلير زي ما احنا شرحنا قبل كده. كمان عندي الكريستالة هنا انا مش موصلها على البروتيوس. عندنا ممكن ما توصلهاش عادي خالص والبرنامج هيشتغل، بس طبعا لازم توصيلها عمليا لما انت تنفذ الدايرة عملي. هنيجي نعمل فوكس هنا على الجزء اللي احنا عايزينه. انا وقفت البرنامج، تعال كده ناخد نظرة على البرنامج. اول حاجة الليد اللي عندي موصلة ب 150 اوم، فانا لما اوصلها ب 150 اوم يبقى التيار المسحوب وقتها 20 ملي امبير في الليد الواحدة. التيار المسحوب من المايكرو كنترولر في البن الواحدة او في الليد الواحدة 20 ملي امبير. عندنا هنا كام؟ عندنا 6 ليدز، يبقى 6 على بورت A. كمان عندنا 3 ليدز على بورت E، يبقى 6 و 3 9، اضرب 9 في 20 ملي امبير يديك 180 ملي امبير. ليه الكلام ده بحسبه؟ لان احنا قلنا في بداية الحلقة ان بورت A و B و E مع بعض كومبايند سواء كانوا سورسد او سينك لازم مجموع التيار ما يتخطاش 200 ملي امبير. فبالتالي هنا عندي بورت A و E وبورت B انا مش موصل عليه حاجة، كلهم سورسد مع بعض، كمان بيشتغلوا في نفس التوقيت. يبقى انا اجمع التيار اللي بيطلع هنا والتيار اللي بيطلع هنا. فعشان كده انا قلت ايه 20 ملي في عدد الليتس، لانه كلهم بيشتغلوا في نفس التوقيت يطلع لي 180 ملي امبير. طبعا الريتنجز بتاعتي او الماكسيمم ريتنجز بتاعتي 200 ملي امبير،
انا تقريبا في السيف سايد، مفيش مشكله. ممكن احل المشكله دي ببساطه ان انا احط مقاومه هنا 330 مع كل ليد، فبالتالي لما يبقى المقاومه 330 هنقول 5 فولت ناقص الفولتج دروب اللي على الليد على 330 اوم، يطلع التيار اللي بيمر في الليد الواحده 10 ملي امبير، اضربهم في 9 يطلع لي 90 ملي امبير. يعني المقاومه 330 مع الليد مناسبه جدا خالص، ودي تعتبر انسب قيمه للمقاومه. دلوقتي انا موقف البرنامج ان الليدز كلها منوره، هنلاحظ ان A0 منوره، A1 منوره، A2 منوره، A3 منوره، نيجي ل A4 مش منوره وباقي الليدز منوره. هنلاحظ كمان هنا على البنز A0 مديه لون احمر عشان هنا احمر عشان الليد تشتغل، نفس النظام ما عدا A4 مديه لون ازرق، يعني هي زيرو. يعني هنلاقي A4 هنا مديه ازرق عشان كده الليد مش شغاله. طب هل في خطا في البرنامج على المايكرو سي؟ لا مفيش خطا. طب هل في خطا منطقي من اليوزر نفسه اللي بيبرمج؟ لا مفيش خطا. طب في خطا في السيميوليشن؟ لا مفيش خطا في السيميوليشن. هنعرف المشكله دي بعد شويه ونعرف نحلها ازاي. نشغل تاني، نعمل ستوب. هنلاحظ هنا ان كل الليدز عندي هنا على اطراف المايكرو كنترولر عليها ازرق، وفعلا هنا هتلاقي كل اطراف المايكرو كنترولرز بورت A و E ازرق. معنى كده ان كل البنز لما بتيجي تشتغل تطلع وحايد يبقى لونها احمر ما عدا A4 هيبقى برضو لونها ازرق، ولما تيجي البنز يطلع عليها زيروز هتبقى كلها لونها ازرق، هيبقى هنا ازرق هتبقى كلها برضو عليها زيروز، هيبقى الليدز طافي. يبقى A4 هنا حالتها ما اتغيرتش، هي زيروز في الحالتين، وبالتالي الليد مش هتشتغل. ده لو كان البرنامج بورت A و E سورس مع بعض. نروح للحالة التانية، لما يبقى عندي بورت A و E مع بعض سينك، اتفقنا سينك يعني الانود بتاع الليد بتوصل بالتغذية، اما الكاسود هو اللي بتوصل بالمايكرو كنترولر. نفس الحسبة، واتفقنا ان احنا هنخلي المقاومات كلها عندنا 330، يبقى مجموع التيارات هنا لما انا شغلهم الاثنين سينك والاثنين ينوروا في نفس التوقيت هيبقى اجمالي التيار عندي 90 ملي امبير. يبقى كده انا زي ما قلنا في السيف سايد. يبقى نروح نكتب البرنامج بتاعنا، اتفقنا ده في الاول لونج كومنت. طبعا انا نزلت في البرنامج الرابع بس الحاله دي تبقى سينك. طبعا انا ظبطت الاد كون 1 ب7 او 6، ظبطت تريس A و E بزيروس عشان يشتغل كاوتبوت. طبعا انا طلعت على بورت A 255 وبورت E 255. ليه؟ لما اطلع هنا كله ده وحايد وهنا وحايد، هطلع هنا كام؟ 1 يعني 5 فولت، هتلقى الليد دي مش شغاله لان هنا عليها 5 على الانود وعلى الكاسود 5 فما بتشتغلش. الليد دي عشان تشتغل لازم اطلع هنا 0. هتقول لي يا باشمهندس هنا عندي 6 ديجيتس وحايد، يعني المفروض اطلع 6 وحايد بس. انت ليه مطلع 255 بما يكافئ 8 وحايد؟ نفس النظام هنا بورت اي، بورت اي 3 ديجيتس بس او 3 بنز بس، انت ليه مطلع 255 او 8 ديجيتس وحايد؟ انا عايز 3 بنز بس. زي ما قلنا ان القيمه دي لما احولها تبقى 0 بي انا محتاج 6 ديجيتس وحايد اهو، تمام؟ هتيجي هنا 6 ديجيتس وحايد دول، باقي الديجيتس عندك لو حطيتهم زيروز او حطيتهم وحايد مش بيفرق معاه، لان هو بياخد اول 6 ديجيتس بس خاصين ببورت A، اما الباقيين دول unused ولا اكنه شايفهم خالص. فانا لو حطيت الباقيين وحايد فانا ممكن اقول القيمه الاجماليه دي هنا عندي 255. نفس النظام هنا ممكن اقول 0 بي 3 وحايد بس، هيبقى ادي اي 0 عندي، بعد كده اي 1 اي 2 مفيش مشكله. طب انا لو كملت وحايد مش غلط، لان هو بياخد اول 3 ديجيتس خاصين ببورت اي، باقي الديجيتس الموجوده في نفس الريجستر انيوزد يعني اكنهم مش شايفهم، وبالتالي لو شلت القيمه دي كلها وحطيت 255 صحيح. نروح في الكود عندنا، طبعا انا لما احط كل الديجيتس وحايد او 255 يبقى كده الليدز هتبقى ايه؟ اوف زي ما قلنا. نيجي في بدايه البرنامج، انا عايز اشغل بورت A و E عشان اشغله اتفقنا ان احط ايه؟ زيروز، لان الدايره سينك. هستنى واحد ثانيه، بعد كده هروح اطفيهم واحط 255 براحتك، او تحط 0 بي 6 وحايد وبورت E 0 بي 3 وحايد، مفيش مشكله. طبعا انا هضيف شويه حاجات بسيطه هنا، هقول له طبعا انا ضفت بعض الحاجات البسيطه، اتفقنا ان هي هاش ديفاين معرفها في الاول. رحت قايل ان بورت A ده هسميه ليتس 1 وبورت E هسميه ليتس 2. كمان الكونستنت الخاص بالديلي اللي هو 1000 ده هسميه ويت، وادي هنا في البرنامج اخد ليتس 1 دي واقول له ان كل بورت A ده
اشيل واحط ليتس 1 بورت ايه هنا، اشيل واحط ليتس 1 بورت ايه هنا، ليتس 1 اجي ليتس 2 اشيل بورت اي بورت اي بورت اي، واجي الالف ثانية دي اللي هي الويت بتاع هنا كده. البرنامج بيجي بسيط، واقدر اغير بورت اي او اي بسهولة فوق، كمان ممكن اغير ديلي فوق بسهولة. هتكون واحد عرفناه بستة وسبعة عشان افصل خاصية الانالوج، تريس اي و اي عرفته كاوتبوت، قلت ان ليتس واحد وليتس تو ب 255 دي معناها اوف طبعا، زي ما قلنا 255 مش معناها اون ولا اوف بناء على الهاردوير اللي انت موصله. رحنا قلنا ليتس واحد واثنين بيساوي زيروز، معنى كده ان الليتس عندي اون. بعد كده رجعت تاني قلت ان الليتس 255 دي معناها اوف، هيرجع يكرر اللوب تاني من اولها هنا عشان يعمل فلاشنج على طول فوريفر. نروح للبروتياس، طبعا ده التوصيل بتاعنا. هنلاحظ حاجه هنا ان المايكرو كنترول لما كل البنز بورت اي وبورت اي يطلع زيروز هيبقى هنا زيروز، هيبقى الليتس شغاله. هنشغل تاني لما المايكرو كنترولر بتاعي يطلع هنا وانز هنلقى كل الليتس طافي. في ملاحظه اخدتوا بالكم منها ان في حاله السورس كانت اي 4 مش بتشتغل، اما لما اشتغلت في حاله السينك A4 عندي اشتغلت بكل سهولة ومفيش مشكلة. شغل تاني نلاحظ A4 هتشتغل عادي خالص مع الليتس. يا ترى ايه المشكلة اللي مع A4 دي؟ نتيجة المشكلة اللي ظهرت اللي انتوا شفتوها، في ناس كتير بتتجنب ان A4 بتشغلها كأوتبوت، بتفضل انها تشتغل كإنبوت بس. طب يا ترى في حل للمشكلة دي؟ تعال نشرح المشكلة دي بالتفصيل وبعد كده نعمل برنامج على RA4 بس. اي بن شغاله كانبوت اوتبوت عادي خالص بيبقى هنا جوه المايكرو كنترولر في دايره شغاله كدرايفر عادي. الدايره دي ليها خارجين رايحين على اتنين ترانزستور بي موسفت وان موسفت. البي موسفت هتلقى هنا السهم طالع كده لبره، اما الان موسفت تلقى السهم داخل لجوه. طبعا هنا الطرف ده اسمه جيت، الطرف اللي فوق ده اسمه درين، الطرف اللي تحت اسمه سورس. نفس النظام هنا الجيت الدرين السورس. هنا السورس بيبقى متوصل بار دي بي زيرو، اما الدرين اللي فوق بيبقى متوصل في دي دي اللي هي 5 فولت. بيجي في الطرف النص ده بتبقى البن بتاعت المايكرو كنترولر اللي هي الانبوت اوتبوت بن. ده بيكافئ ايه في الدايره او من الداتا شيت؟ الدرايفر ده بيكافئ الدايره دي عندي، والاثنين ترانزستور اهم، ادي البي وادي الان، وادي الفي دي دي بتاعتي وادي الار دي الفي اس اس، والطرف اللي في النص ده بيبقى البن بتاعتي. فطبعا دي دايره مبسطه شويه، فده اي بن طبيعيه ما فيهاش مشكله. الكلام ده موجود في الداتا شيت صفحة 41 خاص بالبنز بتاعت A0 لـ A3. هنروح هنا، أنت في البرنامج لما بتكتب بتكتب إن أنا البنز بتاعتي أو البورت هستخدمه كأوتبوت، فلما أستخدمه كأوتبوت هظبط التريس. بعد كده أروح أقول له بورت مثلا وليكن بورت B بيساوي قيمة، أو بورت B دوت B0 مثلا بتساوي قيمة. فالقيمة اللي بتكتبها دي مباشرة بتطلع على اتنين ترانزستور في نفس التوقيت. مثلا لما اجي انا اقول له البنز بي زيرو عايز اطلع زيرو، تلقى الترانزستور الاولاني هنا بيطلع زيرو والترانزستور التاني بيطلع زيرو. البي موسفت ده ما يشتغلش الا لما يكون على الجيت 5 فولت، لما تحط على الجيت 0 فولت ما يشتغلش. اما الان موس ده بيشتغل لما احط زيرو على الجيت، اما لما احط له 5 فولت ما يشتغلش. وبالتالي لما انا احط زيرو هنا وزيرو هنا في نفس التوقيت، انا كتبت في البرنامج ان البن دي هطلع عليها زيرو، ايه اللي بيحصل؟ بالتالي ده مش بيبقى شغال وده بيبقى شغال. تعال نشوف كده، ده مش شغال يبقى هيبقى اوبن سيركت، اما ده شغال هيبقى شورت سيركت. فبالتالي البن دي هتبقى متوصله بايه؟ بالارض هنا. يبقى البنز دي طالع عليها زيرو فولت بره هنا، هيبقى هنا زيرو فولت. لو انا جبت مقاومه وليد للارض دي ومشغلها كسورس، بالتالي هنا الارض هيبقى على البن على طرف المقاومه، هيروح لطرف الليد على الانو، والكاسود عليه ارضي الليد ما تشتغلش. اما لو انا حطيت هنا في البرنامج قلت واحد وهنا واحد، طبعا انت بتكتب واحد بس، هو اوتوماتيك بيطلع على الترانزستور الاول واحد والترانزستور الثاني واحد. واحد دي معناها 5 فولت، لوجيك واحد. اتفقنا 5 فولت يبقى ده هيبقى ايه؟ شغال. اما ده هيبقى فاصل.
هيبقى ده شغال يبقى شورت سيركت، وده هيبقى اوبن سيركت، وبالتالي على البن هيبقى هنا متوصل كام؟ متوصل ال VDD اللي هو 5 فولت. وبالتالي لو انا جبت ليد بنفس التوصيل مقاومه وليد الارضي، هيبقى هنا 5 فولت رايح للمقاومه، الليد هتبقى فورورد يروح وصل للارضي، وبالتالي الليد وقتها تشتغل. طب يا ترى لو كان سينك نحط زيرو، اتفقنا زيرو هيعمل ايه؟ الان موس هيبقى شغال والبي موس هيبقى فاصل، هيبقى ده اوبن سيركت وده شورت سيركت، هيبقى هنا زيرو فولت. هتبقى الليد هنا لو كانت سينك، سينك يعني الانود موصل 5 فولت، والكاسود هو المتوصل بالبن، هيبقى هنا على الانود 5 فولت والكاسود متوصل عليه زيرو، لان ده هيبقى شورت سيركت داخليا، وبالتالي الليد هتنور. عشان كده في حاله السينك لازم انا اطلع زيرو عشان يطلع هنا زيرو فولت الليد تشتغل. اما في حاله اللوجيك واحد او الخمسة فولت، اتفقنا ان البي موس هو اللي هيشتغل، اما الان موس هيبقى مفصول، هيبقى الكلام ده ان هو ده شورت سيركت وده ده اوبن سيركت، هيبقى هنا عندنا 5 فولت. لو جبنا الليد بنفس التوصيله اللي فاتت اللي هي السينك، هيبقى هنا على الانود عندي 5 فولت وعلى الكاسود 5 فولت، وبالتالي الليد ما تشتغلش. عشان كده في حاله السينك ليه لما انا بطلع 5 مش بتبقى شغاله؟ نتيجه التوصيل الداخلي للدايره. اما اي 4 فدي بن ليها حاله خاصه ان هي عباره عن اوبن درين. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان في الدايره هناك كان في 2 ترانزستور، وكان الدرين اللي فوق متوصل ب 5 فولت، كان في 2 ترانزستور، الدرين اللي فوق ده متوصل ب 5 فولت، اما الترانزستور الثاني ده الدرين بتاعه متوصل بالسورس بتاع البي موس اللي فوق. اما في الدايره دي هنا هتلقى الاس اللي هو السورس عندنا متوصل بالارضي، اما الدرين ولا متوصل بترانزستور ثاني ولا متوصل بتغذيه، عشان كده اسمه اوبن درين، يعني الدرين عندي مفصول مفيش حاجه واصله معاه. بياخد طرف الدرين ده يوصله على البن بره. طبعا ادي ار اي 4 دي الدرايفر اللي جوه، وادي الترانزستور بتاعنا الوحيد، هتلقى الطرف بتاعه متوصل هنا بالفي اس اس، اما الطرف الثاني متوصل بالبنز بره. الكلام ده موجود في الداتا شيت صفحه 42. هنروح كده، اتفقنا ان مص ده بيشتغل لما احط عليه زيرو، اما لو حطيت عليه لوجيك واحد او 5 فولت معناها مش هيشتغل. بالتالي انا هنا حاطط زيرو هيشتغل، لما يشتغل يبقى شورت سيركت، هيطلع هنا زيرو فولت. لو كنت جايب ليد بنفس التوصيل كده هيبقى هنا زيرو، والكاسود بتاع الليد الارضي الليد مش هتشتغل. تعال كده لما نحط واحد، اتفقنا واحد ده هيبقى ايه؟ اوبن سيركت، يعني اكنه مش متوصل بالارضي، النقطه دي مفتوحه، بالتالي هنا الفولت هيبقى كام؟ لا للاسف، ولا هيبقى زيرو ولا هيبقى واحد، هيبقى قيمه غير معلومه. حتى تلقاها في السيموليشن كده تلقى لونها رصاصي، ولا هو احمر ولا هو ازرق. الاحمر معناه هاي 5 فولت، ازرق 0 فولت، الرصاصي على السيموليشن بيبقى انون، قيمه غير معروفه، فعشان كده هتلقاها قيمه غير معروفه. لو انت وصلت نفس الليد بنفس التوصيل حاله السورس، هتلقى هنا على المقاومه لون رصاصي، قيمه غير معلومه. وبالتالي هتلقى الليد دي مش هيمر فيها تيار، لان مفيش تغذيه هنا، مفيش تغذيه 5 فولت ولا حتى ارضي، وبالتالي مش هيمر تيار، مش هيوصل للارضي اصلا، وبالتالي الليد هتبقى مش شغال. عشان كده طرف الكاسود هتلقى ازرق هنا لانه متوصل بارضي، اما هنا ده هيبقى رمادي لانه انون. وبالتالي في الحاله دي الليد لو متوصله سورس مش هتشتغل، وفي الحاله السابقه برضو هنا لما تطلع زيرو الليد مش هتشتغل، بس هيبقى هنا ازرق وبرضه الليد مش هتشتغل، وهيبقى هنا انون وبرضه الليد مش هتشتغل. عشان كده لما عملنا البرنامج لقيناها لما انا وصلت الليد على A4 كسورس ما اشتغلتش. طب تعال كده نوصلها كسينك، هنطلع هنا زيرو، يبقى الترانزستور ده هيبقى ايه؟ شغال، هيطلع ايه على البن؟ زيرو فولت. تعال نوصلها كسورس، هيبقى هنا 5 فولت على الانود، وهيبقى الكاسود عليه زيرو، انت قفلت الدايره كده، وبالتالي هيمر تيار والليد تشتغل. اه اشتغلت هنا، هيبقى هنا لونها احمر لان دي التغذيه، وهيبقى هنا ازرق لان بقيت زيرو. تعال كده لما نطلع واحد هنا، هيبقى الترانزستور ده شغال ولا فاصل؟ هيبقى طبعا فاصل، هيبقى اوبن سيركت، هيطلع هنا كام؟ قيمه انون، قيمه غير معروفه، ما يقدرش يحسبها، ولا هي واحد ولا هي زيرو، تبقى لان الدايره مفتوحه. خلاص؟ هيبقى هنا قيمه اكس، وبالتالي هتلاقي هنا لونها احمر على الانود، اما الكاسود هيبقى رصاصي، وبالتالي الليد ما تشتغلش. نروح لحاله ثالثه،
طبعا انا قمت بتنفيذ الحاله دي على البروتياس واشتغلت. انت قلت لي يا باشمهندس انا لازم اشغله سينك على اي 4، ما ينفعش سورس. طب يا ترى لو انا عايز اشغله سورس ينفع؟ اه ينفع، بس انا هضيف بعض الاجزاء في الدايره. تعال نشوف مع بعض هننفذها ازاي. لو طلعنا هنا زيرو اتفقنا ده هيبقى شورت سيركت. لو انا جبت الدايره عند ال 5 فولت والمقاومه هنا هحطها 330 اوم، والقيمه هنا ما ينفعش تبقى 150 اوم، لازم قيمه المقاومه تبقى على الاقل 330 اوم. هنعرف السبب ليه وهوصل الليد بالارضي. تعال مع بعض كده، هيبقى هنا 0 فولت، هيبقى هنا اهي 0 فولت، والليد عليها الناحيه الثانيه 0 فولت، يبقى الليد تشتغل لا ما تشتغلش. طيب يا باشمهندس هنا في تغذيه، يبقى التيار هيجي هنا يمر في المقاومه عشان هنا الطرف الاحمر اللي متوصل بالتغذيه وال0 فولت متوصل هنا، يبقى ده هنا ازرق. يجي التيار يمر من التغذيه في المقاومه بعد كده يدخل في الترانزستور للارضي. فعشان كده بقول لك لازم تختار قيمه المقاومه هنا بعنايه. ليه؟ لانك هتقسم 5 فولت على قيمه المقاومه 330 اوم، تقريبا هتطلع 15 ملي امبير. ومعروف ان اي بن عندي في المايكرو كنترولر المفروض التيار اللي داخل فيها او اللي طالع منها ما يتعداش ال 25 ملي امبير، ولا كده هتحصل مشكله. عشان كده انا حطيت قيمه المقاومه 330 اوم. طيب يا ترى لو حطينا قيمه المقاومه 150 اوم هنا، هروح نقسم 5 فولت على قيمه المقاومه لان هيمر التيار للارضي، مفيش اي كومبوننت تاني في الدايره، فاقول 5 فولت على 150 اوم يطلع قيمه التيار هنا 33 ملي امبير في الحاله دي. لو حطيت هنا 150 اوم كده انت حرقت البن، وبالتالي لما انا اطلع زيرو هنا على الترانزستور هيبقى 0 فولت بره، بعد كده ايه؟ هتبقى الليد مش شغاله. ده الوضع الطبيعي، هطلع زيرو مش هتبقى شغاله. نروح للحاله الثانيه، هنطلع واحد هيبقى الترانزستور ده ايه؟ اوبن سيركت. اوبن سيركت عندي هنا قيمه غير معروفه، ولا هي زيرو ولا واحد، يعني مفيش فولت هنا، وبالتالي ادي التغذيه هتبقى لطرف المقاومه هنا بلون احمر يعني هاي. بعد كده المقاومه التيار هنا هيخش في اوبن سيركت ولا هيخش في الليد؟ طبعا هيخش في الليد لان هيبقى فورورد، وبعد كده لمين؟ للارضي. وبالتالي الليد هنا هتاخد التغذيه بتاعتها من تغذيه السبلاي بتاعي بره. وهنا لما اطلع هنا واحد هتلقى الليد تشتغل. بس يا ترى على البن هيطلع واحد؟ لا مش هيطلع واحد، هيطلع قيمه انون غير معروفه، هتلاقيها بلون رمادي، وهتلقى اللون الرمادي يظهر هنا على طرف المقاومه وعلى طرف الانود بتاع الليد. بس التيار هيمر من البطاريه في المقاومه للليد للارضي، وبتبقى الليد فورورد. يبقى كده انا طلعت في السلايد اللي فات زيرو الليد طفت، طلعت واحد الليد اشتغل. يا اما تشغلها كدايره سينك بس، اما دايره السورس فما ينفعش اي 4 يشتغل عليها دايره كسورس. طب يا باشمهندس ايه الميزه اللي انا اكتسبتها ان يخلي لي اي 4 اوبن درين؟ الميزه تعال نشوفها. التغذيه اللي انت بتوصلها مع الليد فوق او مع الطرف فوق، قال لك هنا الفولتج اون ار اي 4 ويز ريسبكت تو في اس اس، قال لك من 0 ل 8.5 فولت. يعني حضرتك هنا التغذيه دايما بتوصلها هنا كانت معايا بن بتبقى 5 فولت سواء كانت سنك او سورس، لكن البن اي 4 قال لك التغذيه اللي انت هتوصلها هنا ممكن توصل ل 8.5 فولت، مفيش مشكله، لان ممكن انت عندك كومبوننت معين هنا غير الليد مثلا محتاج فولت اكبر من 5، عايز يشتغل على 6 او 8.5 وليكن، هنا ينفع توصل الباور على الكومبوننت ده مباشره بقيمه 8.5 او 6 ان كان، بس ما تتخطاش قيمه الماكسيمم ريتنج اللي هي 8.5، مع ملاحظه ان لازم التيار ما يتخطاش ال 25 ملي امبير والا كده هيحصل مشكله. الكلام ده موجود في الداتا شيت صفحه 173. نروح كمان هنلقى في الدي سي كاركترستيك في البيك 16 اف 870 ايه الخاصه بتاعتنا، هتلقى هنا مكتوب الفي او دي يعني اوبن درين هاي فولتج، يعني قلنا ان ار اي 4 بيبقى اوبن درين. اوبن درين يعني الدرين مش متوصل بحاجه، بيبقى مباشره على البن بره. بيقول لك ان الماكسيمم فولت عندي هنا 8.5، ده الكلام احنا لسه قايلينه، طبعا الكلام ده موجود في الداتا شيت صفحه 179. نروح للبرنامج بتاعنا، عندنا ادي اي 4، طبعا اي 4 شغاله ايه؟ ديجيتال انبوت اوتبوت، فمش محتاج اظبط لادكون مين واحد، هوصلها هنا كسورس، يعني المايكرو كنترولر هو اللي هيغذي الليد للارضي، عايز اعمل فلاش كل واحد ثانيه. نروح للبرنامج بتاعنا، طبعا انا عرفت ادكون واحد بسته، طبعا الخطوه دي ملهاش لازمه لان انا شغال على اي 4 فقط. نروح لتريس اي
بي 4 بيساوي 0، انا عرفتها كده كاوتبوت. قلت بورت A بي 4، بي 4 يعني البن رقم 4 في الريجستر، او البت رقم 4 في الريجستر اللي اسمها A 4، وقلنا الترتيب بيبدا من 0. انا عرفتها ايه هنا؟ اني طلعت عليها 0، بعد كده قلت هشغلها لمده 3 ثواني، بعد كده هطفيها لمده 3 ثواني. هل يا ترى الليد هتشتغل فعلا وتطفي؟ تعال نعمل كومبايل، مفيش ايرورز عندي. تعال نشغل الدايره بتاعتنا، هنوقفها في البدايه. انت في البدايه هنا عامل ايه؟ مطلع كام؟ 1، يعني المفروض يطلع على البن A 4 كام؟ 1. تعال هنا نبص، مش هيطلع 1 هنا، لان هنطلع 1 على الترانزستور، اتفقنا هيبقى اوبن سيركت لان هو ان موس، وبالتالي هيطلع قيمه انون، يعني ولا هي 0 ولا 1، قيمه السيركت هتبقى اوبن سيركت مفتوح، فهيبقى هنا المسار مفتوح. بعد كده الليد للارضي مش هيمر التيار، مش هتشتغل. تعال نكمل، طبعا هتخلص الثلاث ثواني. بعد ما خلصت الثلاث ثواني لقينا ايه؟ بعد الثلاث ثواني انت بتطلع 0 على الترانزستور، فالترانزستور يشتغل، يروح البن تطلع 0، وفعلا طلع هنا 0. هيوصل بالليد بعد كده للارضي، هتلاقي الليد ما تشتغلش، نفس النظام وهيتكرر، هتلاقي الليد مش هتشتغل اطلاقا لو انت شغال سورس. نفس البرنامج، وانا في الحاله دي هشتغل ايه؟ سينك، يبقى ادي التغذيه بالانود بالليد، والكاثود بتاع الليد رايح للمايكرو كنترولر. تعالى لنفس البرنامج، انا عرفتها كاوتبوت، في الاول المفروض اطلع عليها كام؟ هنا اطلع 1 عشان تبقى طافيه، بعد كده عايز اشغلها في البدايه ابقى اطلع هنا 0، بعد كده اقلب اخلي دي هنا 1. ما انساش اعمل كومبايل، اروح للبرنامج بتاعي اعمل ران. ايه اللي حصل في البدايه؟ نوقف هنا طلع كام؟ 0. 0 الترانزستور يعمل ايه؟ اشتغل، وبالتالي اكنه بي اي ارضي، لان هيطلع 0 فولت، هيبقى هنا ارضي، هيجي ال 5 فولت تمر التيار للارضي، وبالتالي الليد تشتغل. نكمل الثلاث ثواني، ايه اللي حصل هنا بعد الثلاث ثواني؟ هيطلع 1 على الترانزستور، هيبقى اوبن سيركت، وبالتالي الفولت اللي هيطلع هيبقى انون، لان هيبقى الدايره اوبن سيركت، وبالتالي هيطلع هنا انون، وبالتالي ال 5 فولت مش هتمر في مين؟ في الليد، او مش هتمر التيار في الليد، لان الدايره اوبن سيركت. كمل، هنلاقيها تشتغل 3 ثواني وتطفي 3 ثواني. عشان كده مع اي 4 يفضل ان انت تشتغل ايه؟ سينك. طبعا هنا قيمه المقاومه كام؟ 150 اوم، ما فيهاش مشكله. ليه؟ لان قلنا هنا في 5 فولت ناقص 2 فولت على الليد هيديك 3، اقسمها على 150 هيديك 20 ملي امبير، وبالتالي البن هيدخل فيها 20 ملي امبير، مفيش مشكله، لان الماكسيمم ريتنج للبن الواحده عباره عن 25 ملي امبير، وكده مفيش مشكله. او ممكن تستخدمها 330، مفيش ادنى مشكله برضو. نيجي للحاله الثالثه، وطبعا انا اللي صممتها بنفس الحاله دي، ممكن ما تلاقيهاش على النت او في اي مكان. ان انا الخمسة فولت هوصل مقاومه، بعد كده الليد للارض، واجي في النص هنا اوصل مين؟ بالمايكرو كنترولر. طبعا لازم الطرف يتوصل في النص، ما ينفعش تاخده فوق هنا ولا الطرف يبقى ناحيه الارض، هنعرف الكلام ده بالتفصيل بعد شويه. وطبعا قيمه المقاومه قلنا هنا كام؟ ما ينفعش تبقى 150، لازم اقل قيمه 303. نفس البرنامج مش هنغيره، ان انا معرفها كاوتبوت ومطلع عليها 1 في البدايه، وبالتالي لما طلع عليها 1 في البدايه المفروض ايه في الحاله دي؟ المفروض تشتغل طبيعي. اجي بعد كده اطلع 0، هتلاقيها تطفي مباشره في البدايه، لان هتطلع 1 هنا وتنزل مباشره بعدها تطفيها، يبقى انت مش هتلاحظها اصلا. 3 ثانيه بعد كده تشتغل 3 ثانيه. تعال نروح للبروتياس، هنشغل هنلاقيها طلعت 1 في الاول وبعد كده قلبت 0. تعال كده، هنا طلع 0، هيبقى هنا لان الطرف النص هيبقى 0، وبالتالي على الكاسود 0، الليد دي ما اشتغلش، لكن هنا 0، يبقى التيار هيعدي من المقاومه للبن للارضي. عشان كده لازم احط هنا مقاومه، وقلنا قيمتها 330، عشان هتقسم 5 فولت على 330 في الحاله دي هيطلع تقريبا 15 مللي. طب لو حطيت مقاومه اقل 150 هيطلع التيار وقتها 33 مللي امبير، وبالتالي انت كده هتحرق البن. نكمل، هنا انت هتطلع كام؟ طلع في الحالة التانية 1، اهي الحالة التانية انت طلعت كام؟ 1. هيطلع 1 على الترانزستور، هيبقى الترانزستور هيبقى اوبن سيركت مش شغال، وبالتالي هيبقى هنا اكنه مفيش حاجة واصلة بيه، يعني الدايرة مفتوحة. هيجي هنا التيار من البطارية
للمقاومة للليد للأرضي. وفي نفس الوقت في الحالة التانية قيمة المقاومة 330 دي مناسبة جدا مع الليد هتشغلها، بس الكلام ده في حالة ان التغذية بتاعتي 5 فولت. اما التغذية لو انت غيرتها خليتها 6 او 8.5 لازم تعمل حساباتك في حالة ان التيار اللي هيخش للمايكرو كنترولر كام، تقسم التغذية اللي انت حاططها على قيمة المقاومة ما تتخطاش ال 25 ملي امبير. كمان الكومبوننت اللي عندك ده لازم تشوف الماكسيمم كرنت بتاعته عشان تقدر تشغله، وبالتالي تقدر تحط معاه مقاومة مناسبة، فتقدر توفق بين الحالتين وتحط قيمة مناسبة. هنشغل تاني، هنلاقي الليد بيتعكس كل 3 ثانية. طبعا احنا قلنا في حالة السورس ان A4 مش بتشتغل، اما في حالة السينك قلنا لما بيطلع زيرو على الترانزستور اللي هنا ده بيبقى شورت سيركت، بيبقى زيرو فولت، هنا الليد بتبقى شغالة. قيمة المقاومة هنا مفيش مشكلة، طبعا انت لازم تحسب الفولت اللي انت هتوصله هنا كام، اتفقنا الماكسيمم بتاعه 8.5، هيبقى هنا عندك فولت والليد عليها فولتج دروب 2، ولو هنا وصلنا 5 ناقص 2 يديك 3، لو قسمتها على 150 هيعطيك 20 ملي امبير، ده مش هيتخطى الماكسيمم ريتنج اللي هو 25 ملي امبير. طبعا قلنا لما انا اطلع واحد هنا ده بيبقى اوبن سيركت، وبالتالي الدايره هنا مفتوحه، هنا مش بيفرق معانا الفولت ولا التيار اصلا لان الدايره ايه اوبن سيركت. طبعا الماكسيمم فولت هنا ما زي ما قلنا برضو 8.5. اما في الحاله بتاعتنا احنا قلنا هنا لما بيبقى زيرو ده بيبقى شورت سيركت، بيبقى هنا زيرو فولت، وبالتالي الليد دي مش هتشتغل. اما التغذيه بتاعتي فهتمرر التيار في المقاومه للارضي بتاع الترانزستور هنا، لان الترانزستور هيبقى شورت سيركت، فبالتالي هنا التيار اللي بيمر في الدايره بيساوي ايه؟ الفولت على قيمه المقاومه اللي في الدايره. فلو قلنا 5 على 330 هيطلع لي هنا التيار تقريبا 15 ملي امبير، وهنا ما تخطناش ال 25 ملي امبير اللي هو ماكسيمم ريتنجز، كده ما فيش مشكله. اما في حاله الواحد ده هيبقى اوبن سيركت، وقلنا هنا اوبن سيركت يبقى هنا اكنه ما فيش اي حاجه خالص، الدايره مفصوله، فبالتالي هنا الفولت هيبقى فيه 5 فولت والليد عليها 2 فولت، هيبقى المقاومه هنا هيبقى عليها فولتج دروب 3 فولت على 330 هيطلع تقريبا 10 ملي امبير، وبالتالي ما فيش مشكله بالنسبه للليد هتنور وهتبقى تمام. ويا ريت لو حلقة النهاردة عجبتك اعمل لايك وشير للفيديو، وشكرا جزيلا على المتابعة والتركيز، وإلى اللقاء في فيديو آخر.